بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعض، أيضا كنت بفضل الله عز وجل قد حدثتكم في يوم الجمعة الماضية عن الدعوة إلى الله عز وجل وفضائلها وأهميتها وخطورتها في كل زمان ومكان، خاصة في زماننا هذا الذي انتشر فيه الشر والفساد. وطلبت من الجميع بلا استثناء أن يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إصلاح ما أفسدته شياطين الإنس وشياطين الجن، وتوقعت من الجميع أن يستجيب، توقعت من الجميع أن يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، وتوقعت أن أرى هنا أو هناك أعدادا من التائبين، أعدادا من المهتدين، أعدادا من المقبلين على صراط الله المستقيم، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث. فماذا حدث لكم أيها الإخوة؟ لماذا لم تستجيبوا؟ لماذا لم تشاركوا في الدعوة إلى الله؟ لماذا لم تشاركوا في الإصلاح؟ في إصلاح ما أفسدته شياطين الإنس وشياطين الجن. لماذا سكتتم؟ لماذا صمتتم؟ لماذا لم تتكلموا؟ ولماذا لم تشاركوا؟ لماذا لم تمارسوا الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما هي الأسباب؟ أتمنى أن أعرفها والله. على أي حال، أعود لأذكركم مرة ثانية، إن الشر كثير والله، الفساد كثير، هناك أعداد غفيرة، نسوا الله عز وجل فلا يذكرون ليلا ولا نهارا، هناك أعداد كبيرة
لا يستعدون ليوم القيامة، لا يعملون للآخرة، هناك أعداد غفيرة يجهلون دين الله عز وجل، انشغلوا بالدنيا، يعيشون في غفلة وفي نسيان، يعيشون في بعد عن الرحيم الرحمن. هناك أعداد كبيرة من الناس يحتاجون إلى دعوة، أحوالهم سيئة، ولو ماتوا على هذا يدخلون النار، هم قصروا فلم يبحثوا عن الحق والحقيقة، ونحن قصرنا في دعوتهم وإنقاذهم من دخول النار، هم قصروا ونحن أيضا قصرنا. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين، أشرف وظيفة وأعظم مهنة والله هي مهنة الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيد الخلق أجمعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله بإذنه، هذه أوصاف النبي صلوات ربي وسلامه، هذه ألقابه كما جاءت في كتاب الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن إذا أعرض الناس عن دين الله، كان يحزن ويتألم ويتأسف ويجزع من بعد الناس عن دين الله ومن إعراض الناس عن دين الله ومن رفض الناس لدين الله عز وجل. كان يحزن حزنا شديدا حتى كاد يقتل نفسه هما على الناس، فخفف الله عنه وعزاه وسلاه، قال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني قاتلها. كاد النبي أن يقتل نفسه، كاد النبي أن يقتل نفسه هما على الناس وغما على الناس وحزنا على الناس بسبب إعراضهم عن دين الله. فلعلك باخع نفسك يعني قاتلها من الحسرة والحزن على الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تبخع نفسك تقتلها أسفا، أسفا على الناس. كان النبي يتأسف على الناس لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث، لم يؤمنوا بالقرآن ولم يهتدوا بالقرآن ولم يستجيبوا للقرآن. كاد النبي أن يقتل نفسه أسفا وحزنا وغما وجزعا على الناس المعرضين. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله عز وجل للنبي أيضا في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تقتل نفسك بسبب أنهم لا يؤمنون. هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي على هداية الناس وعلى إنقاذ الناس وعلى إبعاد الناس من النار ومن غضب الجبار القهار جل جلاله. وقال الله عز وجل أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم:
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. نفس النبي، جسم النبي، بدن النبي كاد أن يذهب، كاد أن يذهب حسرات على الناس المعرضين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كان النبي يرى المشركين متمسكين بما هم عليه ويحبون ويرون أنهم على صواب، كان يرون متمسكين بما هم عليه فيحزن، هو يعلم الحقيقة صلوات ربي وسلامه عليه أنهم في ضلال، وأنهم لو ماتوا على هذه الحالة يدخلون النار، فكان يحزن. كيف يهديهم؟ كيف يبين لهم؟ فقال الله عز وجل له: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. المقصود النبي كان بيخاف على الناس، وكان يتمنى يعمل أي شيء من أجل هداية الناس، حتى قال الله عز وجل له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إن استطعت، إن كان كبر عليك إعراضهم، كان يشق على النبي إعراض الناس، وكان يتمنى آية أعظم وأكبر، هو نفسه عليه الصلاة والسلام أعظم آية، ومعه القرآن أعظم آية، فكان يتمنى آيات حتى يقتنع الناس بها ويشق عليه إعراض الناس. فقال الله عز وجل له: إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما من السماء فتأتيهم بآية. إذن النبي كان يتمنى أن الناس، وربنا قال له سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كان النبي يتمنى أن حاجة تجبر الناس، تجبر الناس حتى يلتزموا بالإيمان والهداية حتى ينقذهم من النار. ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. كان النبي يتمنى، وربنا قال له: لو شاء الله لأنزل آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو ربنا شاء ينزل آية الناس كلهم يأمنوا، ولكن الله يريد من الناس أن يؤمنوا، أن يؤمنوا برغبتهم بإرادتهم، لا عن إجبار ولا عن إكراه، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ المقصود كان النبي يتمنى أن كل الناس يدخلون في الهداية، في الاستقامة، يقبلون على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النبي كان حريص، كان حريص أن كل الناس يؤمنوا، إنما ربنا بين له ووضح له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مش كلهم حيؤمنوا، ده أكثرهم مش حيؤمنوا، لكن المقصود النبي يسعى يعمل ما عليه. كان النبي يغتم بسبب إعراض الناس، ويهتم بسبب إعراضهم عن دين الله وبعدهم عن دين الله وبعدهم عن الهداية، عن القرآن الكريم، عن الاستقامة، عن التوبة، عن الشرع الحكيم. كان النبي يحزن من أجل هذا، لأنه يعلم أنهم لو ماتوا على هذا يدخلون النار، يخسرون الدنيا والآخرة. كان حريصا على الناس صلوات ربي وسلامه عليه، يحب لهم الخير، يحب لهم المغفرة والرحمة والرضوان من الله عز وجل. لما نزلت الآيات في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم،
70 مرة استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لابن سلول المنافق وذكره عمر، قال يا عمر لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر الله لهم لفعلت، لا أكثر من 70 أستغفر لهم وربنا يغفر لهم، هستغفر أكثر من 70. النبي يريد الخير الرحمة للناس، بس إحنا النهاردة ابتعدنا عن هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كان يتمنى هداية الناس وربنا قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ربنا قال له إنك لا تسمع الموتى، موتى بعض الناس موتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، في بعض الناس عمي لا يرون الخير ولا الحق، موتى لا يسمعون. ده دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يحزنش عليهم أكتر من كده. النبي كان حزين جدا، في بعض الناس لو كلمناهم مش هيستجيبوا، بس إحنا نكلمهم إقامة للحج عليهم، إعذارا بين يدي الله عز وجل، نحن نعمل ما علينا، نحن دعاء، دعاء إلى الله عز وجل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشر كتير، الفساد كتير، الخبث كتير، شياطين الإنس وشياطين الجن أفسدوا، أفسدوا أعداد كبيرة من الناس، شغلوهم عن دين الله وأبعدوهم عن دين الله وخوفوهم من دين الله عز وجل، جرفوهم بعيدا عن دين الله، لذلك نسوا الله، لا يذكرون الله لا ليلا ولا نهارا ولا في أي وقت، نسوا الله عز وجل، لا يذكرون إلا الدنيا وأحداث الدنيا ومواقف الدنيا، لا يذكرون الآخرة ولا يستعدون لها، لا يفكرون فيها أبدا، لا يتعلمون دين الله ولا يستمعون إلى آيات الله ولا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلون للمساجد، لا يصلون لا في المساجد ولا في بيوتهم، ونحن تركناهم، نحن نعرفهم، أقاربنا، جيراننا، زملاؤنا، أصحابنا، أهل بلدنا، نعرفهم ونراهم في كل مكان، على المقاهي وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المصانع وفي الشركات وفي المكاتب وفي المدارس، الطلاب وغير الطلاب، أعداد غفيرة من الرجال ومن النساء، وسكتنا، سكتنا، لم ننصحهم، لم نوجههم، تركناهم، نحن في وادي وهم في واد آخر. لذلك أعود مرة ثانية، بعد أن تحدثت في الجمعة الماضية توقعت أننا سنشارك جميعا في الدعوة إلى الله عز وجل، سنذكر الناس، سننصح الناس، سنوجه الناس، سننبه الناس، سنوقظ الناس من هذه الغفلة، من هذه النومة، هذه الغيبوبة العميقة التي يعيشون فيها. ظننت أن إخواني سيذكرون الناس وينقذون الناس ويمد أيديهم إلى الناس، ولكننا صمتنا وسكتنا، للأسف الشديد تركناهم، لذلك لا بد من تذكرة. نحن دعاء إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نحن أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كلمات لم تكلفنا كثيرا والله، الناس لم يشتمونا، إذا دعوناهم لن يشتمونا ولن يضربونا، ولو شتمونا وضربونا ماذا علينا؟ نحن ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى التوبة، ندعوهم إلى الاستقامة،
ندعوهم إلى الإقبال على الله وعلى دين الله وعلى بيوت الله وعلى كتاب الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى، ندعوهم إلى الهدى، إلى الخير، إلى النور، إلى الرحمات، إلى البركات، إلى المغفرة، إلى مرضات الله، إلى جنات الله سبحانه وتعالى، ندعوهم إلى النجاة. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ ندعوهم إلى النجاة. والله ماذا علينا؟ هذه مهنة الأنبياء والمرسلين، هذه مهنة الصالحين، أشرف مهنة وأشرف وظيفة. مرة ثانية وثالثة أدعوكم جميعا بلا استثناء أن تشاركوا في الدعوة إلى الله، أن تشاركوا في إصلاح ما أفسدته شياطين الإنس وشياطين الجن، مخلصين لله، حبا لله، وحبا لدين الله، وحبا لكتاب الله، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشبعا برسول الله كان حريصا على هداية الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كان النبي يتمنى لو يكره كل الناس ويجبر كل الناس لمصلحتهم، لمصلحتهم، كان يتمنى آية أكبر. حتى قال الله عز وجل: إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، تجيب لهم آية من تحت الأرض، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. المقصود أننا يجب أن نخاف على الناس. كان النبي يقول للناس: إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سيدنا شعيب يقول للناس: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سيدنا نوح يقول للناس: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سيدنا إبراهيم يقول له أبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إني أخاف عليك، إني أخاف عليكم. لازم نخاف على الناس من دخول النار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. أسأل الله أن يجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، وقف رئيسنا منذ أيام قليلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي كلمة مصر في هذا المكان، واستفتح بذكر الله عز وجل، ثم تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ على الحاضرين بل قرأ على العالم قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقرأ قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر أننا كمسلمين نؤمن بالنبي ونحب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ونحب من احترم. قال للناس: نحب من احترم ونعادي من عادى. قالها صريحة عالية مدوية واضحة قوية: نحترم من أحب ونعادي من عادى. هذه عقيدة الولاء والبراء. ثم تحدث في موضوعات شتى مهمة، تحدث عن فلسطين وعن الصومال وعن سوريا، عن المشاكل، مشاكل المنطقة، وتكلم عن إسرائيل وهاجمها وانتقدها، وتكلم عن أمريكا
وهاجمها وانتقدها، لأنها كانت تساند أنظمة فاسدة من أجل مصالحها الخاصة في إفريقيا وفي غير إفريقيا. فذكرهم أن هذا خطأ وبسوء صنيعهم، ولم يحرص على لقاء رئيس أمريكا، لم يقابله. نعم، الحمد لله، لقد تخلصنا من التبعية لأمريكا، وتخلصنا من التبعية لإسرائيل، وذكر أمام الناس أن مصر لها علاقة بالعالم، علاقة ندية، ندية، الند بالند. نعم، كلمات فيها عزة، كلمات معبرة، تعبر عنا، تعبر عن المصريين المتدينين المسلمين. كانت الكلمات واضحة وقوية، عزة. نحن في مرحلة جديدة، فعلا نحن في مرحلة جديدة ومقبلين على مرحلة جديدة، علينا أن نرتفع إلى مستواها، علينا أن نتحمل المسؤولية. هذا الرجل لن يتركوه، لقد انتقد أمريكا في الأمم المتحدة بدون ذكر اسمها، انتقد إسرائيل وانتقد المنظمة الأمم المتحدة لأنها لم تنصف، انتقد، هاجم، ذكر، ذكر الحقيقة. هذا الرجل لن يترك، سيحاربوه خارجيا وداخليا، لهم أصابع ولهم أتباع، لهم أذناب من العملاء والمنافقين والخونة. فماذا نحن صانعون؟ مرحلة جديدة، في عزة، في كرامة، في شخصية، في استقلالية. ماذا نحن صانعون وماذا نحن فاعلون في المرحلة المقبلة؟ مرحلة صعبة وخطيرة وحساسة ومهمة، علينا أن نرتفع إلى مستواها، علينا أن نتغير عن الماضي، علينا أن نتغير عن الماضي في تصرفاتنا وفي أفكارنا وفي حركتنا وفي تمسكنا بديننا واعتزازنا بديننا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني حتى نستعد ونتهيأ لما هو قادم. أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. يا مدبر الأمور، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيسنا وحاكمنا، اللهم افتح له الأبواب ولين له الصعاب. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير المسلمين على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت إخواننا في سوريا، وثبت إخواننا
في بورما. اللهم ثبت المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنزل هدايتك. اللهم أنزل هدايتك. اللهم أنزل هدايتك وافتح قلوب الناس للحق والإيمان، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم اجعل كيدهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم أنزل عليهم الرحمة والحبور والمغفرة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، أتمنى من إخواني الأحباب أن يتكلموا مع الناس وأن ينبهوا الغافل ويذكروا الناس. هذه مهمتنا ووظيفتنا. أتمنى على الأقل حتى لو في الجمعة لو جبنا واحد، لو اتكلمنا على واحد، شخص واحد. وإحنا لو قلنا كل يوم نتكلم مع واحد مش كتير والله، بس يعني بنقوله على الأقل حتى لو كل جمعة يعني اخترنا واحد كده يكون غافل وساهي ولاهي، وقربنا منه وذكرناه وكلمناه ونبهناه وفهمناه وأقنعناه وشرحنا له. ياريت كل واحد مكلف بهذا، وربنا مشاهد علينا جميعا حتى تنصلح الأحوال وتتغير الأحوال إن شاء الله عز وجل. أخاف من إخواني أن يتجاهلوا هذا الأمر. إحنا بنشجع بعض، أنا محتاج حد يشجعني وأنتم محتاجين حد يشجعكم، نشجع بعض. فياريت كده نستعين بالله ونتوكل على الله عز وجل. يعني مش عايز أحس إن أنا بهز في جبل. يعني أحيانا الإنسان بيحس عشان يحرك الناس كأنه بيهز في جبل. إن شاء الله لا تكونوا كذلك، يعني هزة كده والتذكرة تستجيبوا وتستعينوا بالله سبحانه وتعالى. امبارح جابوا لقاءات مع بعض الناس، يعني بيقولوا لهم إيه رأيكم في خطاب الدكتور مرسي في الأمم المتحدة؟ فكانت الردود عجيبة الحقيقة. يعني النوعيات اللي جابوها تقريبا بلا استثناء ما حدش اتكلم عن كلامه دكتور مرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش جاب سيره خالص. معقول ما انتبهتوش؟ ما خدتوش بالكو؟ ده اول كلمه قالها، وقال في النص برضه، قال في النص، اتكلم في النص. يعني ما خدتوش بالكو خالص؟ واحد يقول لك اتكلم عن القضيه الفلسطينيه، صحيح. اتكلم عن قضية سوريا، صحيح. عن الصومال، الناس ناسين موضوع الصومال، صحيح. اتكلم في موضوعات مهمة، بس اتكلم عن النبي الصلاة ده أهم حاجة. يعني الكلام عن النبي يا جماعة ده أهم من كل الموضوعات الأخرى. فتلاقي ده يعلق ما حدش جاب السيرة دي، ودي الأمر ده يعني آلمني بشدة، ينزعلني جامد جدا. إنما بعض الناس يعني قالوا إيه، هو كلامه كان كويس وقوي وعبر عننا كمصريين، ويعني إيه مدحوا الكلمة بتاعته عموما. طيب الحمد لله، لحد ما جابوا واحد قال أنا معترض. إيه اللي وداه؟ إيه اللي وداه؟ البلد مليانة مشاكل، ما يقعد يحل مشاكل البلد الأول وبعد كده إيه لما تحل مشاكل يبقى يروح. أدي واحد تفكيره أهو، ده راح مثلا يوم ولا يومين، ولو قعدهم ما الدنيا ماشيه، ما عنده نائب وعنده رئيس وزراء وعنده وزاره الدنيا ماشيه.
ولو راح ده راح يوم ولا يومين، بس شوف المكسب بقى، يتكلم قدام العالم، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة قدام العالم، يتكلم عن الدين ويتكلم ويرفض الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم عننا كمصريين ومسلمين، يقول لي عادي النبي احنا نعديه. الله، مين كان يقولها دي؟ مين يبينها للعالم والعالم كله بيسمع الترجمة لكل بلاد الدنيا؟ ادي المسلمين هم في الأمم المتحدة، يقول لك اللي وداه ما يشوف مشاكل البلد، هتلاقي في نوعيات زي كده يعني تفكيرها خالف تعرف، زي بالضبط المسابقة بتاعت الشيخ أم السعد. الحمد لله كانت جميلة وطيبة، ويوم كان جميل، وفي كده يعني جو جميل جدا، وبنستطلع الناس، ايه رأيك ايه رأيك ايه رأيك، كويس كويس والله الليلة كانت جميلة وبتاع، لحد ما جه واحد قال لي ايه، الناس فقدوا الثقة فيكم. الناس مش عارف جايبها ليك كلمة الناس ليه، قال لي بيقولوا انتوا ضحكتوا عليهم، كتبتوا اسم الشيخ محمد حسان وانتوا عارفين انه مش جاي وما جاش، ليه تفكر فينا بالطريقة دي يا راجل؟ ليه تظن بأننا احنا بنضحك على الناس، بنكتب اسم الشيخ عشان نجيب الناس واحنا عارفين انه مش جاي؟ ليه تفكر كده وليه تعمم؟ قول انت فقدت الثقة فينا وخلاص. نوعيات، لازم هتلاقي النوعيات اللي هي قل كل يعمل على شاكلته. نقول له الشيخ كان جاي، عذر الشيخ كان جاي ووالدته دخلت عمليات. انا حتى قلت في الحفله ان والدته مريضه راح يزورها، ده هي ما كانتش مريضه، كانت في العمليات، عذر. بس تلاقي بعض الناس يقول لك لا ده انتوا خدعتوا، حطيتوا الاسم وانتوا عارفين انه مش جاي. نوعيات هتلاقي كده، في كده وفي كده، زي الراجل اللي قال لك ايه، هو ايه اللي وداه هناك؟ ما كان يقعد يحل مشاكل بلد؟ هتلاقي في نفسيات يعني هنقابلها كتير. المقصود برضو حد من اخواني بيقول لي عندي جاري علماني وقاعد بيساله اسئله فيها تعنت. قلت له خلي بالك ده انت مش هترضيه، ما تحاولش تجاوب على اسئلته، مش هيرضى. لو قلنا له ايه بالذي مش هيرضى، دول زيهم زي اليهود والنصارى اللي ربنا قال عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في نوعيات ما يرضاش ابدا، لما يسالك في موضوع وتاسله تجاوب له اجابات مقنعه ومريحه ما يرضاش بها ابدا، هي نفسيات بقى مريضه، نفوسها مريضه. هنقابل، بس احنا ايه يعني هنعديها. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه، سلام، خلاص ما نقفش كتير ونعدي، احنا عارفين مشوارنا وعارفين سكتنا، ننشغل بالبناء اكثر من هد. طبعا واضح ان احنا الحمد لله فلفصنا لحد ما سيبنا امريكا، فلتنا منهم الحمد لله، بس مش هيسيبونا. انتوا عارفين اصل مصر اقتصادها مرتبط بامريكا للاسف، تسليحنا مرتبط بامريكا للاسف. احنا طبعا يعني واضح ان احنا بنحاول نبعد، بس هناخد فتره، والراجل ده مش هتساب، فلازم احنا برضو نبقى جنبه ومعاه وفي ظهره، ندافع عنه ونصبر الناس. انتوا عارفين المظاهرات الفئوية والاعتصامات الفئوية لحد شهر 9 واخدين من ميزانية الدولة 30 مليار جنيه. الأطباء عايزين يحسنوا الأجور بيديهم، معرفش الصحفيين عايزين، العمال كذا عايزين يزودوا الأجور، عمال النقل العام ما عايزين يزودوا الأجور، كل اللي بيطالب بيديهم، بيحاول يريح الناس. فواخدين من ميزانية الدولة لحد النهاردة 30 مليار جنيه، كان ممكن دول يتوجهوا للناس، صبرت شوية في حاجات يعني حاجات تانية تدفعنا لقدام. بس المظاهرات الفئوية دي برضو يعني بتاخد من الميزانية كتير جدا، وكل الراجل ما يروح بلد يعمل اتفاقيات يجيب لنا قرشين ولا حاجة يروحوا، اعتصامات ولا حاجة زود لنا الأجور يروحوا. طب هنمشي لقدام امتى؟ طب هنفوق امتى؟ ده كل يوم والتاني ناس عايزين الأجور، تحسين الأجور كل يوم والتاني، يروح جاي صرف له، معرفش عمال الموظفين في مصر للطيران، معرفش كل يوم المعلمين، كل يوم حاجة جديدة بتطلع يروح جاي بيديهم.
ما عايز يريح الناس، بس ده على حساب الدولة. كل ما يجيب قرشين ولا يعمل اتفاقية يروح الصين مرة، يروح أوروبا مرة، يروح ما عرفش فين مرة. عايزين نمشي لقدام، عايزين البلد تفوق. نهايته عايزين نساند يعني هذا الرئيس وندعمه بكل قوة ونصبر عليه وندعيله برضو كتير يعني في صلواتنا وفي غير أوقات الصلاة، وندعي لمصر وندعي للمسلمين في كل مكان، ونرقى إلى مستوى المرحلة القادمة العصيبة. وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في خدمة دينه وفي نصرة دينه. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.